السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السادة المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الموضوع ديالنا الليلة هو بعنوان الزواج بين النية والموضوعية، يعني أن عقد الزواج هل ينبغي أن يكون فيه نية صادقة وندير فيه التلقائية والطواعية، أم لابد أن يكون موضوعيا عقلانيا فيه شروط وفيه تخطيط. الناس زمان قالوا الزواج بالنية والحرت بالنية، وقالوا كذلك دير النية وبات مع الحية، وقالوا أيضا النية وقلت النية ما يتلاقوش. لكن غيرهم قال كلام آخر، عرف الحياة بأن فيها جوج وجوه، وأن فيها صراعات وفيها اصطدامات، وقالوا كاين اللي يبغيك لله فلله، وكاين اللي يقول لك مرحبا باللي جا وجاب، واللي ما جاب الباب يا الحباب. هكذا قالوا الناس دي زمان، كاين اللي قانع بالموجود وكاين اللي طامع اكثر من قياس برادو. الحياة كتعلم الكثير من الناس تجارب متعددة، كتعلم الإنسان معرفة الصواب والخطأ، وخصوصا اللي داس في المحن كيكونوا بعض المكويين بجمرة الحياة كيعودوا رائدين في الفهامة أكثر من الفلاسفة والعباقرة والشعراء. حتى أحدهم قال لك الزواج بالنية والحرت بالنية هذا مثل من الأمثال الشعبية، تمعنت فيه لقيته كلام ديال العقلية. يا خوتي نوصيكم خذوا هاد الوصية، لا تغركم مولة السوالف الشهبية ولا كحلة العيون والخدود الذهبية، عليكم بنت الأصل المحضية صابرة على الزمان وراضية بالقسمية، لحية والحشمة وماشية ماشي بوحطية، بدراعها مقادة وتنوض في السروية، راسها مرفوع وملثم بالسبنية، وغيرها من الكلام اللي كيتكلموا على أيام زمان. طبعا هو كلام جميل يردد ويردد في الأيام الماضية، لكن هل هو مقبول وجاري به العمل اليوم؟ اليوم نرى في ظل التقلبات والتغيرات الجذرية اللي أصابت العقليات والمفاهيم المعاصرة، خصوصا لدى الشباب المتشبع بالثقافة الغربية والحداثة والحرية، واش باقي هؤلاء الناس كيتوكل على الله الحي القيوم ويقدموا في عقد زواجهم حسن نية دون اشتراط ولا اعتراض؟ لهذا كنلاحظوا بأن الكثير من الأجيال السابقة من آبائنا وأجدادنا وجداتنا عاشوا في الغالب في وضعية مستقرة، كلقوا الزوجين رضوا بالقسمية وأنجبوا أولاد وبنات، 4 5 6 حتى العشرات الوليدات. علاقتهم الزوجية استمرت 30 40 حتى 50 سنة، ما فرقتهم غير الموت، وبقى بعضهم كيترحم على البعض وإلى ذكر السيرة ديالو كيذكرها بالحسنى. لكن اليوم في وقتنا المعاصر هناك البعض
كيرفض مفهوم الزواج بالنية، وكيقول بأن هذا أكل عنه الدهر وشرب، وكيأكد بأن الزواج لابد أن يكون على الموضوعية، يعني ينبغي اللي بغوا يتزوجوا يحيدوا النية جانبا ويجلسوا فوق المائدة ويتخذوا الأسباب والمسببات ويوضعوا النقط على الحروف ويشترط كل منهم شروط تحسبا لكل طارئ. من المهر والنفقات ديال العرس، وأيضا مدخول المرأة إلا كانت موظفة أو لها شغل، وقانون الزيارات العائلية، ومن يؤدي فاتورة الماء والكهرباء، وتعليم الصغار في المدارس، ولو وقع في حالة نزاع أو خصام أشنية التعويضات اللي غيصرفها الزوج للزوجة. مجموعة ديال الشروط ومجموعة ديال العراقيل وضعت عند بعض الأزواج المعاصرين اللي ما كيأمنوا بالنية كيأمنوا بالموضوعية. احنا الدين الإسلامي قال فيه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. كنفهموا منه أن كل شيء لازم يكون فيه النية، يعني كيف هناك في الصلاة والصيام والصدقة والإحسان وسائر المعاملات، كذلك في الزواج وفي الحرث وفي الأعمال وفي مختلف المشاريع. وكان يقول العلماء والعارفين بالله: رب عمل صغير تعظمه النية، ورب عمل كبير تصغره النية. والنية الطيبة هي دليل على صلاح القلوب والجوارح، لأن الإنسان اللي عنده نية طيبة كيكون محبوب بين الناس، وكيعمل على دوام الألفة والمودة مع الآخرين. اللي فيه النية كيرسخ الثقة بين الناس، وكيكون بعيد كل البعد عن النفاق والغش، وكيصير مصدر ثقة بين الناس. لكن اللي ما عنده نية كيكون دائما كيشكل خطر. سوء النية صاحبها يعني ناقص الإيمان وناقص التربية. بغيناكم أيها الأحباب الكرام ناقشوا وإياكم الإشكالية دي اليوم، الزواج بين النية والموضوعية بالنسبة لكم. واش كتفضلوا الزواج يكون فيه غير النية الصادقة كما كان عند الآباء والأجداد والجيل السابق، ولخص لابد يكون بالموضوعية بالعقلانية بفرض الشروط كما هو الآن الموضة دي لهذا الزمان، أم لابد أننا نجمع بين الطرفين؟ الكلمة لكم، بغينا نسمع منكم تجربتكم في الحياة، ونسمع ربما تجارب المقربين إليكم. هذا الاختيار أشنو كان المصير ديالو؟ واش الحياة بقى غادية مستمرة سعيدة مرتاحة، ولا وقع الاصطدام بمجموعة من العراقيل ومجموعة من الصعوبات؟ الأرقام ديالنا مفتوحة في وجه الجميع، هي 05-22-88-006 أو 61 أو 62، أو الرقم الهاتفي 05-22-46-72-50 أو 51 أو 52. حنا كنا آذان صاغية وقلوب واعية للاستماع إلى مشاكلكم وإلى همومكم. نبقى مع فاصل قصير ثم نعود، فابقوا معنا. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.